بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. ثم قلت الرابع المفعول فيه وهو ما ذكر فضلة لأجل أمر وقع فيه من زمان أو مكان مبهم أو مفيد مقدارا أو مادته مادة عامله، كصمت يوما أو يوم الخميس وجلست أمامك وسرت فرسخا وجلست مجلسك، والمكاني غيرهن يجر بفي كصليت في المسجد، ونحو قالا خيمتي أم معبد وقولهم دخلت الدار على التوسع. كاكي من أليت شوار من دانا لمنصبات مفعول فيه، مفعول فيه عموما دالا أويك بيان دكريت بصورة فضلة، فضلة بو توضيحة وكلا درسي دواني دامان إني دوا توابوني كلامك وجملة كديتو دوا مسلم المسؤولية هي كديت جا كديت لبر خاطري تشد لبر خاطري شتيك لبر خاطري أمريك وجريانك كواقع بو لو مفعول فيه دا واقع بو، فاز مفعول فيه بياني أو دكا كفعلك لو واقع بو كأو دبتشي بيلن ظرف. عموما علماء بصري بيدلن ظرف حاله يرزم دبي بلان يا مفعول فيه شي بيلن بلان كوفيه كان وين بينالن كوفيه كان اختلاف ينتداه فر بيدلا محل شون كان محل وقوع فعلك كسائي وبقي كوفيه كان بيدلا صفات شون كان بنوعك صفتي فعلك الى واقع ده جاءوا كاتكا كمفعول فيه ك بيان دكري بصورة فضلة لبل أو كأمر واقع ولو لو مفعول فيه دا أو أمرتي من زمان مطلقا أو مكان مبهم، جاء زمان بيبا مطلقية مكان بيبا مبهمي مفعول فيه دبتا أنبشانية الظرف كمفعول فيه ظرف زمان من هي أفر بيما مطلقي يعني ظرف زمان معين هي مبهم هي أما أنا منصوب مفعول فيه مكانكش فقد مكاني مبهمك إنا مكاني معينك حتما دبي حرف جر إلى سلبه جولي باب جن زدتك بلام لمكاني مبهم دا باسم أوج دبينين وكو بقية مفعول كاني كتيا منصوبة بلام متاد يكشت لحاز ذكري ليردا منصوبوني أمانة دلان تقديري في تدا يعني لتقديره هر في تدا بلام للفظ ذاك لينيا حالتي نسبة في داركات حالي براكم جاءو كاتا يا مفيد مقدارة أم ظرفة أم مفعول فيه يعني مقدارك دقينت كفعلك لم مقداري أنجام بوا أو مادته مادة عامله يا جورج كي دبيت كزماني وبلين مكانية بصورتي كي مستريك دروز دبيت كمستركة مادة كي كلي دروز بوا همان مادة عاملك يا خويتي جلست مجلس عمرين مثلا مجلس دبيت مفعول فيه لردا ظرف دبيت ومادة كشي كلي دروز بوا هاد جيم ولام سينا كجلسك عاملك تلوش دروس مثال كان بترتيب صمت يوما أما ظرف زمانه روشك بروجوبهم صمت يوم الخميس أما ظرف زمان معينة أما مبهم أمانتي معينة باشا جلست أمامك أما ظرف مكان مبهمة شوك بدلي بيش دمت بيش دمت نازني شوية صرت فرسخا أما مقدارة أو روشتنا كفعلك يا وقعي ولا شو ده لفرسخ كيدا ظرف أبوي جلست مجلسك أو ظرف يا كمفعول فيك كوا مادة كيلا مادة عاملة كيتشت ما هو ظرف ظرف مكاني معلوم والمكاني غيرهن ظرف مكان غيري أمانة كلمة معينة خلاص الكلام أو يجرب في أم مجرود بفي للفظ ده جل باب جن
بدليلي أو لا شرح النموذج دليل كي تدايا هذيك دقيقة وتالية بابود وخوينم زور واقعا تايبتي بيانيك مطلبك زور لكوت يا فرميتي دائما اسيك دقيقة بود دوزمو بود اخوين موان زور تايبتي وركبك فرميتي بس ما حلو فيه بوابو الدقة فرمو وإنما ينصب الفعل المعين من الزمان دون المكان لأنه يدل على الزمان المعين كضرب فإنه يدل على الزمان الماضي ولا يدل على المكان المعين على كاكا فعل وقت مفعول فيه منصوب دكاكا زرفكيا حال أرزم دبي أوان كمعين لزمان منصوب دكا زماني معلوم منصوب دكا صمت يوم الخميس جل باب جان زماني مبهم شهر معلوم دكا صمت يوما جل بو دقت فرمو چونك دل فعل عموما زماني تدا بخوي لفعل دا يا زماني حاله يا استقبال هي ماضي هي رحمة الله به لعل بصورة عاملة فعل دا هي أوا ويا بلا مكان معين لفعل داني أصلا مكان لفعل دانية دي وقت يقنية قدرتي بيناش كبه مكان معينك مكان أبوه مكان شيء يقنية بلا بمكان معينك چونك لما معنى فعل دا زمان معين هي بلا مكان معين نية دي وقت مكان معين نبي قدرتي بيناش كي نياز من بتي لبي بحرف جرك كفية رقبة تسأل اسمك ومجرورك لاشتك حالي ببراك أفلي ووقتا أم ونحوك لرداهاتوا كتونا فعلكتوا تسر الزرف في زمان معين في لسرنيا وكو أمش عليك لشرح كادت كدلق قالا خيمتي أمي معبدي خيمت زرف في مكان معين شادر مكان معين كبقالا وهنك بوا منصوب وقولهم دخلت الدارا الدار زرف في مكان معين في لسانيو فعلك منصوب كله أما على التوسعي لما دا التوسعي يعني هي يعني برك فعلي كاش ديانا وكو نزل وسكن وأمانة كذا لنا معنا بالنسبة أمانة والتوسعك لنزر جيراوة كبو غير فعلك يعني كلا نزر نجيراوة بعموما بالنسبة دخلوا أم قصدك لي بلان بهر حال أيسي أم دخلت الدارة سيقصي لسرة يقصني قصي وليان أبو علي فارسي ديالك ابن مالك انتخابي كله على بابا ما حرف زركا ساقد بوا جوليا اما الشبيه بما فلو به هو قصي يوم ضل منصوب لسا الظرفية قصي اخر كجمهوري علماء فرميانا ان ابلا او قصي يوم كجمهوري علماء فرميانا قصي اخر كضل مفعول به هي دخل جاري وايا متعدده بحرف جاري وايا متعدينا بيت حال ارزم نبي بلان هر على التوسع كلا هر هموان ينجوان ترى ابي جاوا كلم لم زميني ام فعل دا مجالك ينداوا كبو بقي فعل كان ام مجالان نداوا الله اعلم كسرتي استعمالي دخل اجبه زور بكار دي العربي دا او اجازان دا بكاميشة في لقل دا نبي بوخي مستقيم زر في مكان معين سليبك منصوب كات واقول الرابع من المنصوبات الخمسة عشرة المفعول فيه من المنصوبات الخمسة عشرة المفعول فيه لو بانزانيك ومنصوب المفعول فيه يجن ويسمى الظرفة بيش دا قتل الظرف وهو عبارة أما ذكرت بريتي لو كوا من بيان ممكن خلاصي كلا والحاصل أن الاسم قد لا يكون ذكر لأجل أمر وقع فيه ولا هو زمان ولا مكان نتيجة بومان كوكاتو استي على اسم جاري ويا كذكر دكري لبر أو ذكر ناكري شتيق واقع بوا لو اسم إلا واقع بوا كذرفكي وجاري ويا زمان جنيا وجاري ويا مكان جنيا اسم كذكر دكري وكو زيدان كذا وذلك كزيدان في ضربت زيدان يسي زيدان
نا امريك لزيديا واقع بوا چونك زرفنيا لسري واقع بوا نا زمانا مكانا. وقد يكون انما ذلك لاجل امر وقع فيه جاري واش ذكر لك لبدوي اشتكي تيارو داوى لا 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 اسمك كده ولكنه ليس بزمان ولا مكان بل ان زمانا نا مكانا. وكو رغب المتقون ان يفعلوا خيرا اهل تقوى رغبتي ان هي لوداك انجام دنشي شاك انجام دن ديف ان المعنى في ان يفعلوا او في حرف جر لستيا بو حذف بو اما باس يودك كامريكا واقع دبيتي لا بلا ان زمانا مكانا. وعليه لسر امبر داشتي كفعل اسم بيان دكري لبر خاطري امرك كتيدا واقع بو بلام نزمانا مكانا ليك لم تفسيرا ندا. وترغبون ان تنكحوهن وقد يكون بلا وترغبون ان تنكحوهن ان تنكحوهن عرز بلاي برزيخونكم ماده رغيبا من لقت ندا بوم توضيح داوي كاتي خوي ام اتباسي كتاني هاتي وكا على سؤال تاع لذلك اللي من الجنان وبلا خافتوها تاع بودا لم زمينه داو ولا موريدي كتشاني كي هتيوا وكوا رغبتان هي نكاح يمكن وماريا كان ندنيا شون جاء ما أقر دقاتك اللي ردا بتشيرا دزانين ليش لهد دفرما ليش لهد تفسيره كان دا كفيلة سرينا لتفسير كي هيدا فيلة سرينيا بدو جور تفسيرك لما دي رغب يرغب لبابي كان ليا الرغب يرغب فاعل يفعل لبابي شواله ام رغبا بدو جور بكارده بفي وبكارده بعنيش وبكارده جاء اگر بفي احد تفسير منظوري او فيه اگر بفي وبكارهات ايتر الواقع دا امر ذكر كلا ولبر اوكا لبر خاطري امرك لو واقع بوا بلا من زمانه نمكان الواقع دا چونك دلي وقت اگر بفي بو وتشويقه ايو بيتان خوشا نكاح يمكنو بلام ماريكه شان دنيا دي نكاح يمكنو خو من زمانه نمكانه تفسير كيكشي رغيبه بعن متعدده بها يعني بعن وبكارد وقت كبعن وبكارهات اجب في بو بمعنى شوق واشتياق ورغبته اگر بعن بعن بو بمعنى اعراض روگردانه بشتيك دنو خوش دنه هاتنا تفزن معنى كي چون دگردره جوليا جاء لوان دا اترول للشاهدية مدى سيتا دلوا بلا اقبل ان اصلك وترغبون في ان تنكحنا اما برحالة ما جارو مجروريك بظاهر وكو مفعول فيه وايو اسمك لبر خاطري واقعبوني جر امريك وجريانك ذكر كلاو بلا نزمانا نمكان اتنا توين بلا مفعول فيه. وقد يكون العكس جاروا عكس كده بيوكو شون اننا نخاف من ربنا يوما اصلا او جنابت تولي ايه مدى ترسين لخاوانا كمان نالا لو روجة دالي دا ترسين دالا لو روجة دا ترسين جاو فرق دكا من بلام لمز قوتي دا ترسم يا بلام لمز قوتي دا ترسم اقوتم لمز قوتي دا ترسم وظرفة اقوتم لمز قوتي دا ترسم وفلو بهي او تازا ام دالا ايه مدى ترسين لخاوانا كمان لو روجة دا ترسين نق لو روجة دا ترسين لو روجة دا ترسين نق لو روجة فعل مفعول به هو لينذر يوم الطلاق بوي انذار يوم الطلاق ده طلاق بتيدو نقطه يعني بيغيشتن ملاقات كدني خلق كهر كس كس دميل انت ولوي كظلم لك لا وظالم مظلوم دبينته وحاكم محكوم دبينته وحق دار صاحب حق دبينته او كظلم لك دوا مظلوم دبينته وخلاص مو كس كس دبينته ديناله لو رجا دابيان ترسينا على لو رجا ترسينا او مفعول به تازه. وأنظرهم يوم الآزفة أو رجاء كوان زيك أما يشك لو صافي قيامة نال لو رجاء دا بيان ترسينا لنال لو رجاء بيان ترسينا أو مفعول به الله أعلم حيث يجعل رسالته خوازانا ترى لو شويني كوا لشوي داك أنك كيدا دني رسالتك كيدا دني نال لو شويني دا زاناترا نال زاناترا كالشوي داي دني نقل لو شويني دا داي دني زاناترا اما دوشتي لك زيان فصف هذه الانواع لا تسمى ظرفا في الاصلاح اما انا زرفني لاصلاح علماء دا بل كل منها مفعول به وقع الفعل عليه
همي أمانة برايمن مفعول بهين وفعلا شو تصر يصر ذلك بأدنى تأمل للمعنى بكم ترين تفكرين لمعنى دا توب ودردك چونك براسي مفعول به أو هي فعلك لا سلبي واقع بوبيا بلان ظرف أو هي فعلك لا واقع بوبيا أمانة هي تي فعل أنت واقع نبوة وقد يكون مذكورا لأجل أمر وقع فيه وهو زمان أو مكان فهو حينئذ منصوب على معنى فيه وهذا النوع خاصة هو المسمى في الإصلاح ظرفا جاري وذكر ذكر اسمك لبر خاطري اشتك كلو اسم دا واقع بوروي داوا جاء ايش او اسمك ومذكور دبي لبر خاطري اشتك تا واقع بوا زمان دبي يا مكان دبيت يتر او كاتا منصوبة لسر معناي في وأمن وعبتايبتي ناوي لندرا والإصلاح علماء دابتي بظرف وذلك كقولك صمت يوما أو يوم الخميس جلست أمامك قبل باب جن وردتش صمت يوما أو يوم الخميس جلست أمامك يوما مشخصة بتقدير في يعني في يوم يعني صمت في يوم الخميس يعني جلست في أمامك آوى وأشرت بالتمثيل بيوما ويوم الخميس إلى أنها ظرف الزمان يجوز أن يكون مبهما ويكون مختصا بمثالك هنا ماني بيوما وبيوم الخميس إشارة مدابر وككاك ظرف زمان ذكر مبهم به وذكر مختص به يعني معين به وفي التنزيل القرآن ده توصيروا فيها ليالي وأياما آمنين بس قومي سبأة برون لبدا روجانك شوانك روجانك دي ليالي وأيام وقنتيا ظرف الليل واليوم وفعلكش كروشنك لوان دا واقع دبت النار يعرضون عليها غدوا وعشيا باسي آل فرعون بانيان وإواران خوي تبارك وتعالى دفرمي آقريان بينشان دريت قدكي بسريان عرزة دكريت دي غدوا وعشيان ظرفن يوارا بياني صرفن بو عرزي آقركا وصبحوه بكرة وأصيلا بكرة أصيل شر يواران بيانيانا بيانيان يواران بكرة أصيل تسبيحي خدابك لو دوكات دا وما ظرف المكان فعلى ثلاثة أقسام ظرف مكان سيبر تبت نظام واضح من قطن داشا واي قد واي نقول لبير من ماوا أحد أن يكون مبهما مبهم بيت ونعني به منظور يما بمهمتي ما لا يختص بمكان بعينه ربتي بمكانك مشخص نبيت أو بيالنتي مبهم وهو نوعان أمانش دوبشن أو كمكان معين أسماء الجهات الست أسماء جهات شجقانة وهي فوق تحت يمين الشمال أمام خلف أمانة طولي فوق سر وتحت جيرا ويتي مشخص نيشوية معين القرآن دا برقلم أسماء جهاتها هاتوا وفوق كل ذي علم عليم على السروي هر خاون علمك عليم هيا فوق فناداها من تحتها جادي قد فرمو في قراءة من فتح ميم من قراءة عاصم أو يضل فناداها من تحتها بحسي عيسى دكاك لدائك دبي عليه الصلاة والسلام فناداها من تحتها لجيرة ويكتي يعني كمن على كوتة أخوارة ولا دايوني دايكي لجير دايكي ياتي بانجي دايكي كرت بلان أو بميني جارق محل شاهدي أمنية بلان سيدان لقراء سب أخوان لرازي بي ابن كثير أبو عمرو ابن عامر ففتح ميم خيون ديوانة تواني فناداها من تحتها عجب من بيه محلي يمن محلي شاهدني أبوه ما تشون كأم مجرورة يعني مثلا نزل في مكان مفهم منصوب له بتقدير فيه فناداها أمس يا دان القرآن صلى الله عليه وسلم فناداها بانجي مريم يكير من منصوله أوي كوا لجريه أبو يعني كركي هرت إن معنا دابا من يشر وياه بلان يتل باري عربيو أو تيجت أو دقورتري وياه وكان وراءهم ملك شاوليتي وراء وقرئ كان أمامهم أو خلينا بلام قراتي شاظة أو باسي موسى وخاو صاحبكيتي رفيقكيتي
أو جرانان بو درزبو. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. أما بس أصحابي كهف على أتو دبيني يمالق شونك قرار ينقتوا دبيني روش كاتي هل دي لا دال غاركان يعني غاركان روب شرقنية ذات ساكا. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال لا روش آوابو نجدا باسم ذلكي دركي غاركا روب غرب نية كهتاوك ليو آوابو لدركا كان دا جا شمالية جنوب دا بلاهك بلام لانب أيوانيا جا دي قد فرمو. أما شاهدك اللي ردا ذات اليمينو ذات الشمالك أما أسماء جاتي ستنو ظرف مكاني مبهمنو منصوب. وأصل تزاورو على آتك دل إدامة آتك ويا وترشم زي طلع تزاورو وتزاورو أصل تزاورو تي تتزاورو بو أي تتمايلو. أما تقاعدي كي تصير في تيابك هندراوة تزاورو على أصلك يجب تتزاورو قاعدي كسر في تيابك هندراوة أو تشي شكل يرد أو كفقير سير متريا لبرنيا. وعلم أنه يجوز حصف أحد التائين في أول مضارع تفعل وتفعل وتفعل له. دقاعدك هو دقاعدك يصير فيها بابي تفاعلة هركات لو شو أنا كدوتي كود ابنوانة بو تخفيض سيجنس بكي حصف كي بلا بلا أو قاعدك أي تتمايلوا تزارج معنا تمايلة لا دانا مشتق من الزوري بمعنى زورة لأصلا لو مشتق على زورة بفتح الواوي جل وهو الميل تولتي ومنه زاره أي مال إليه ميلي ببولاي حالي باكا. ومعنى تقرضهم تقطعهم من القطيعة وأصله من القطع يعني شمسك الدادة برليان للرجع وابو نجدا شمسك تقطعهم يعني دادة برليان لأن نادا أصلك إلى قطع. والمعنى معنى كيوة تعرض عنهم إلى الجهة المسماة بالشمالي آفرين روشك لوان روغردان دبيل رويان تيناكا ترواب برو جهتك كجهتك تيا شمالا بلا زامن باسي الشمال مكد كتم الشمال الجنوبية من هوشي آهتكم نبوك مشخصيكا طلع دبيني روش كاتي هل دي لا غاركان لا دادا لا تلفي راسته وإوارانش كأرزيزنا بدكم عوادبه لا دادا روجكاليان لا تلفي تشبهو إن لا تلفي تشبهك وكبه دلن الشمال روجكاليوان لا دادا لأن نادا إنا قال إبدانايا جسميا درزي وتيادة لنا دمانو. وحاصل المعنى أنها لا تصيب في طلوع ولا في غروبها. حاصل معناه كأوكاكا قلنا لغروبنا لطلوع عليها نادا شو كان الشمال الجنوبي واقع بوا ديل الشمال الجنوبي دا كم تلواها يا راجل يبدأ وقال الشاعر أمش هر باسي هر آنكا أسماء جهاتا أم شعري شكل شعر بي لزة كان وبيتامك شعرك دلي معلق إلا عمري بني كالسومة كيشك لخاوني معلقات أمري بني كالسومة دلتي صدت الكأس عنا أم عمري معذرت صدت الكأس عنا أم عمري وكان الكأس مجراها اليمين أولا خالي شوى وكيكي هنا وشركيكا وما شر السلاوسة أم عمري بصاحبك الذي لا تصبحين ظاهرا أم كابرايا بخويو بو خانموك علاق من دي بو سينفر بون بيالي جراو بيالي شراب بوي تيكدون كبوي دجيري لترفي راسي ودبي أمو أو عمري بني كالسومة لترفي راسي وخانمو دبي كناوي بردو بناي أمو عمر عدد والا لا راسه وتيبكي بجري أو جل الله لا يشبه الجراي. بجي أول زوتر بيدا بوي درينتر داي بوي. جدلا لا دال إما كأسكا هو أم عمر أو أم عمرين محزوفة بيا يين دايت يا محزوفة. أفرى من هذا مضافة.
ولحالك كأسك جريانك إلى تلف رأسه ودواته إلى تلف رأسه بالجرا كتيته إلى تلف تبه الجرا جل دعيش أدلي خراب تريني أمسيانا هو أم عمر خوخاونا كدنيا كصبوحنا ديتي لا تصحبينا لا تصبحينا عرقك أم قرم صاغانا بقوزل قلت ينكدوا لباني عندما ينكدوا صبوح بساط أوش كلا إيواران دا بتاعون ينكدوا بيانكدوا غبوقه جلية على خو أويك أويك تون هيديتي الصبوحي ناديتي خو لمسيانا ما لهوني خراب ترنيه وبو بيالا اللي ملادا شايد من سي يمينة قازيك أويك زرفة أسماني جاتي ستة جا أم جا إيما چونك وخد رنگ بو بافري أو برادرش كوين علي ردا ديقة فرمو زور ببيا لذتي بيا دين أخوارا وانيا بمشارا چونك شويني كي قلاني قطر شزورا ويجوز كون مزرها مبتدأ واليمين ظرف مخبر به أي مزرها في اليمين وجملة خبر كان إعرابي شي دلاء أويا كان فعلي ناقصني باب الجن كأصد بيتتي اسمك أفرين مجرى دبيت مبتدا مضاف اليه هكاك مضاف اليه تباشا يمين ظرف ظرفي مكاني مبهمه ايوانيا مخبر به بو تخبر بو تباب جنب مجرى تقديرك اي مجراها في اليمين فاز مجرى بو مبتدا يمين بو تخبرك جملك تقرا على محل النصب خبري تيا كان اما جوري شي كما شوتريني او جوري كاكي من ويجوز كون مجراها بدلا من الكأس بدل اشتماله فاليمين أيضا ظرف لأن المعتمد في الإخبار عنه إنما هو البدل للإسم جورج كالي عرب دلي كان اسمنيا فعل ناقصنيا كأس اسمكينيا أي مجرى تيتي مجرى بدل لكأس ببدل تيبا بدل اشتمال لبيرد بيلا قتلنا لدى بنتم بدل اشتمال لقال بدل بعض دبي قطعا لم بدل لبدل بعض اشتمال دا زمير يك بيبي بتاتو بوم دلو من هكا عمل يردا مجرى زمير كي هكا هكي تتو بشو بوكاس بس اقا بدل بي بدل بيلا كاس يعني ايش الاسم كان يتازا جولة يا جادي قدك او اي يمين تيا يمين دو بعد ظرفة حال ارزم دبي جا او كاتك زربو ام كرتا لقل بيشتر فرقي هبو اما خبرك ما ليره دا خبري كان مفرد بك يمين دبير بلان لا جملة لا اعرابي بيشو دا جملكة تقرا مجراها اليمينة تقرا دابو بخبر وقت مجرا بدل بلكاسي يمين دبير تخبري تي خبري كاني افرين بو چونك دلا وي معتمدو جي متمانيا لخبر دان دا جولي باب جان بدل نك اسمك كأسا چونك بوم بحث كدوي بدل لحكم مدل منه دايا مدل لحكم سقوط يعني كاتك اسمي دبيت بدل كمبدل منه كي لا بري بدلك اللي زياداني رأيت زيدا أخاك كي صحيح بدل به كزيد لا بي خلنش معنى هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة لا لتوابع دا متبعها مش أصلا بلام لا بدل دا متبوعك أصلية تابعك أصلا حالي ببراكم چونك معتمد لخبر دانك دا ليرا دا بدلك هيك دبيت مجرى جولي يا نق اسمك حالي ارزم دبي زرتك اختي معنى دا والدي وكان جريان الكأس في اليمين يا والدي تو خلاصي كده ويجوز في وجه لوجهك ضعيف دا تقدير اليمين خبر كان لا ظرفا نيكي تزرف حرك يكتر بكي تتي بكي تخبر الظرف نبيو خبري كان نبيو بلكو هر مستقيم خبر يعني لزرفية لايبري جاو برشد منته ولا درسي دهاتو بحثي ليكين وذلك على اعتبار المبدل منه اما بعكس دبيت اعتبار ببدلكين كي بمدل منه كبكي اما دلين اصل لبدل دا متبوعكيني وتابعكي بلا ام لم وشدا متبوعكي دا كي تو اصل بيه شواني قاعدة مشهور دون البدلي نك بدلك هذا التوضيحات ايش كده من دواي بود ان ادامه درس كي تسبيك دين درسي عند ديلي بله زورتك
وقال الآخر دانش كذا لقد علم الضيف والمرملون إذا اغبر أفق وهبت شمالا. سيد من أسر شمالا كليرا دا أما أسماء جهاتي ستو مفعول فيه جاء إن شاء الله بقية لدرسي بعديدا إدامة كيدا خوينينو توضيحاتي كشي كما بأمشارا إن شاء الله لو كتاد خوينين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.